احبائي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا الفيديو ديالنا كيف العاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي ما شاء الله جيت نوجد معكم حلوه الهلال، حلوه الكاوكاو محبوبه الجماهير، كيعشقوها الكبار والصغار، وواحد الحلوه بسيطه في المقادير ديالها وسهله التحضير، وكنوجدوها في البيوت ديالنا بلا مناسبات بلا اعياد، يعني ما كتخطاش البيوت ديالنا. واليوم بغيت نوجدها معكم في القناه ديالي، واحد الحلوه اللي كتجي هشيشه ولذيذه، والمغاربه كلهم تيعرفوا هذا الشيء. بسم الله، كتجي على هذا الشكل، هذا كتذوب في الفم، وفي الحقيقه ما كنشبعوش منها. وخليكم معايا حتى الاخير الفيديو، نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله، المقادير اللي غنحتاجو لهاد الحلوة ديالنا، عندي 250 غرام ديال الزبدة، عندي 250 غرام ديال الكاوكاو مطحون ومغربل ومحمر، وعندي كاس ونص ديال الزيت النباتية، وجوج معلقات كبار ديال ماء الزهر، و 250 غرام ديال السكر الثقيل، و 250 غرام ديال الزنجلان محمر ومطحون ومغربل، وجوج معلقات كبار ديال القرفه مطحونه، وعندي الدقيق هنايا حسب الخليط. الله، غنخدموا هذا السكر الثقيل مع الزبده، القرفه، وطريقه الملح، والزبدة دائما على درجة المطبخ. نخدمو هاد الزبدة والسكر حتى يتجانسو مع بعضياتهم. نضيفوا عليها زيت النباتية لهاد الكريمة ديالنا، نخلطوا الكل مزيان، غادي نضيفوا جوج معلقات كبار ديال ماء الزهر، كتجي من السما بالماء الزهر والقرفة، كيعطي واحد المذاق رائع. نضيفو هاد الكاوكاو ديالنا اللي محمر ومطحون مغربل، وهاد الزنجلان كذلك، حلوة ساهلة وكتجي لذيذة، كتذوب في الفم كما لاحظتوا معايا، ما فيهاش الخميره. ودابا غنبقاو نضيفو الدقيق تدريجيا،
فوالا من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه. القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. وخدات معايا هنايا 600 غرام ديال الفارين، سا ديبور النوعيه اللي راه كتستعملوا. وهنا شكلت العجين ديالي هكا كويرات اولا على شكل هلال. الشكل كيبقى لكم الاختيار. كنحربلو العجينه ديالنا على الشكل هذا. كنحاول نشكلوها على شكل هلال على الشكل هذا. وكنحاولوا دائما نعملوهم بعدين على بعضياتهم هكا باش ما يتلاصقوش لينا حيت فيها الزبده كتكبر. واش الشقيقات هادو اللي بانوا لينا هكا كنحاولوا نسدوهم. ودابا ما بقى لي الا ندخلها للفران على درجه 180 درجه ونطلقهم بعد ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الفوق كنخلوها حتى تبرد، ومن بعد كنفندوها في السكر.